مرحبا بكم مشاهدينا مع هذا الحوار الخاص مع البروفيسور تيم أندرسون الباحث الأسترالي وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة سيدني والأمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة. ليست المرة الأولى التي يزور فيها سوريا بالطبع، لكن المرة الأولى التي يكون معنا في استوديو أخبار السورية. مرحبا بك بروفيسور تيم. Thank you so much. ليست الزيارة الأولى لك في سوريا وزرت العديد من المناطق خلال الحرب، لكن زيارتك الأخيرة كانت إلى الحسكة منذ أسبوع على حسب معلوماتي. لو تحكي لنا ماذا كنت تفعل في الحسكة، من قابلت وما سبب الزيارة؟ Well, the main reason for my visit was to see the state of the occupation and the possibilities of the end of the occupation in the Hasakeh province. And I saw the presence of the Syrian state in many respects. حضور الدولة السورية من خلال النظام الصحي والبنية التحتية والجيش والنظام التعليمي هناك، وخاصة المشاركة الكبيرة في المدارس السورية، هذا كان أكثر ما فاجأني. انطباعك عن هذه المناطق التي زرتها، يعني أنت تتحدث عن زيارة المدارس، أي أنك قابلت طلاب، قابلت أساتذة، ومعروف أنه هناك كانت محاولة تغيير لوضع التعليم والأفكار الدولة السورية في هذه المنطقة، ماذا شاهدت بهذا الخصوص؟ قبل عامين كنت في منبج وعين العرب ورأيت هنالك مدارس الكردية في عين العرب، ولكن عندما رأيت المدارس في المناطق الآمنة في الحسكة والقامشلي رأيت أن الأطفال كانوا يأتون من كافة أرجاء المدينة والأرياف من أجل المشاركة في من حضور المدارس التي تديرها الحكومة، لأنهم ليس لديهم ثقة في المدارس الكردية، لذلك فكانت المدارس مكتظة في المدارس السورية، ولكن الحضور فيها كان كثيفا أيضا بالنسبة للطلاب. تمام. بعد سنوات الحرب وكل التغطيات التي قمت بها لمناطق متعددة في سوريا، أعطيني انطباعك بعد هذه السنوات الآن، كيف ترى سوريا؟ كيف سترى الواقع الميداني العسكري والواقع المجتمعي، الحياة في سوريا؟ حسناً، على المستوى العام فالمجتمع السوري بقي متحداً خلال الحرب، وهو ما كان يناهض المحاولات تقسيم وتجزئة المجتمع السوري. بقي المجتمع السوري وراء مساندا للجيش على الرغم من التضحيات الكبيره، وكان الامر مفاجئا في الحسكة، لاننا علمنا منذ سنوات ان الدوله السوريه ليست موجوده هناك، ولكنها كانت موجوده هنالك فعلا وتعمل بشكل قوي في المدارس على مستوى الجيش وبشكل أكبر في المشافي في القامشلي، وقد علمت أنه بسبب الخراب في المشافي العامة في الرقة ودير الزور أن المشافي العامة في سوريا هي مدعومة من دمشق، هي المشافي الكبرى لشرق سوريا، فهنالك أكثر من امرأة من دير الزور ذهبت إلى تلك المشافي من أجل أن تلد في تلك المشافي، إذن فهي لا زالت تقدم الخدمات الأشخاص في شرق سوريا. إذن أنت تتحدث بأنه انطباعك الرئيسي بأنه الدولة السورية بمؤسساتها برأيك ما زالت هي الفاعلة وما زالت قائمة، هذا برأيك الانطباع الرئيسي في سوريا حاليا بعد الحرب. نعم، الوضع معقد هناك لأن هنالك ميليشيا قسد والأمريكيين وهنالك تسلح قبل حركات مدعومة من أردوغان في الشمال، ولكن لا زالت هنالك الجيش السوري يغطي أكثر من 90% من الحدود ويحمي البنية التحتية والبنية التحتية والمشافي والمدارس، فالدولة السورية هنالك كعملاق نائم ينتظر أن يأخذ دوره. نعم، لك كتاب عن سوريا وبدأته أو أنت أصدرت هذا الكتاب في السنوات الأولى من الحرب، وهو كتاب الحرب القذرة على سوريا،
توصيفك للكتاب كان عن أنه تصديق بالوثائق والصور لما مرت به الدولة السورية. احكي لي عن هذا الكتاب وماذا يمكن في هذه الفترة أن تضيف له لو كنت تريد أن تضيف. كتبت هذا الكتاب كتتمة لكتابي عن محور المقاومة والذي يتحدث أيضا عن فلسطين وعن المقاومة في لبنان والعراق وعن الدور الإيراني في المنطقة على اعتبار أن إيران تتعرض لهجوم من تل أبيب وواشنطن، ولكن أتمنى أن أرى نهاية الاحتلال قريبا. وبالطبع فإن الوضع معقد وصعب جدا، معقد بسبب الحرب الاقتصادية والتي أعتقد أنه علينا أن نهتم بها أكثر، ولكن أعتقد أن الاحتلال سينتهي عما قريب. أنت هنا تتحدث عن الاحتلال بالنسبة لمعظم الدول العربية، يعني لفلسطين المحتلة، ولا تتحدث عن احتلال الأراضي السورية هنا؟ أتحدث عن الأراضي السورية المحتلة، وأقول ذلك لأنه إذا نظرت إلى الإعلام الغربي في هنالك مواقع في ويكيبيديا تقول أن هنالك حرب أهلية تدور في سوريا منذ 10 سنوات، ولكن الآن القوات الأمريكية تحتل أماكن من سوريا والقوات التركية وقوات الاحتلال الصهيوني، وأعتقد أننا سنشهد نهاية تلك الاحتلالات واحدا تلو الآخر. هل تعتقد بأنه بعد هذه السنوات ما زال هناك خوف على الأراضي السورية تحديدا من المحتل والمعتدي التركي بناء على مشاهداتك في هذه المناطق؟ تماما، في بعض النواحي كانت تلك هي العلاقات الأصعب، لأنه ليس المرء أن ينجو من جيرانه. انسحبت الولايات المتحدة، انسحبت بعض قواتها، ويمكن أن تستخدم بعض المجموعات الإرهابية العاملة بالنيابة عنها، ولكن لتركيا حدود طويلة مع سوريا، وسيكون هذا هو الموضوع الأصعب لجهة الاحتلال. وبعد ذلك بالطبع يأتي الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ولكن انسحاب الأمريكيين يجب أن يكون أول وقوع أحجار الدومينو، وهي ستقع بسبب مقاومة السوريين وتضحيات الجيش السوري. دكتور تيم، عندما تتحدث دائما من خلال مقالاتك عن سبب الحرب على سوريا، تتحدث كيف استغل الشأن الإنساني، كيف استغلت شعارات الحرية، الثورة، المطالب لتدمير دولة ومحاولة تغيير نظام هذه الدولة. أنت تحدثت كثيرا في الإعلام الغربي حول هذا الموضوع، هل بعد هذه السنوات تغير فهم هذا الموضوع فعلا في الغرب؟ Had been changed in the West. Very slowly. ببطء جدا، لأن قبضة الإعلام الغربي، الإعلام الاستعماري كما أطلق عليه التسمية، مشروط باحتواء شعارات الحرب، حتى في العديد من النواحي وتلك الذرائع الكاذبة كشفت من قبل مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى، وهم الذين يدعمون داعش والنصرة، وهم الذين اختلقوا قصص الأسلحة الكيماوية. وعلى الرغم من ذلك فهنالك ارتباط قوي بما يدعى بالمهمة لإعادة الاستعمار ليس فقط على سوريا، ولكن من خلال الحروب السبعة التي شنوها على المنطقة خلال 20 سنة الماضية. في الوقت نفسه هنالك أقلية من الغربيين المثقفين الذين فهموا بعض تلك الذرائع الكاذبة، والذين فهموا المبادئ الدولية للسيادة وتقرير المصير. هذا الاتجاه ولكن ببطء، لأن الإعلام الغربي الاستعماري الذي يراقب كل شيء
لا زال يحكم قبضته ولا زال لم يغير نفسه، لأن هنالك العديد من المثقفين الذين كشفوا تلك الأكاذيب على مدى السنوات، ورغم أن تلك الأكاذيب كانت موجودة أيضا في العراق وفيتنام، ولكنهم لأن الغرب تقبل تلك الأكاذيب وأراد أن يظهر نفسه على أنه يدافع عن الإنسانية وأنه يدافع عن ضد الإرهاب. لذلك فهنالك خطأ ومرض في العقلية الغربية، لأنني كمثقف أجد نفسي منجرفا لمحاولة كشف الكذب الغربي. بهالمناسبة يجب أن أسأل حضرتك دكتور تيم، أنت أستاذ في جامعة سيدني وتعرضت للمضايقات بعد مشاركتك بنقل المعلومات عن الواقع في سوريا والمنطقة، ماذا حصل بهذا الخصوص؟ ما نوع المضايقات وأين ستؤول الأمور؟ في البداية كان هنالك العديد من الهجوم من قبل الإعلام الذي هاجمني شخصيا وهاجم كل من دافع عن سوريا ولفق علينا وافترى علينا، ومع بمرور الوقت حاول الضغط على إدارة جامعة سيدني التي كنت أدرس في 20 سنة، وقد طردت من الجامعة لإهانة إسرائيل بسبب إحدى مذابحها التي ارتكبتها في غزة. اتحاد الأكاديميين في أستراليا خاطبنا الجامعة وربحنا مؤخرا قضية، وكانت تلك القضية مستندة على حرية التعبير عن الرأي. لا زالت تلك القضية قيد الإحالة بين المحاكم، وهذا ما إن شاء الله النصر في هذه القضية سيكون لنا. هذا يدفعني للسؤال، من يتحكم عموما بالقرارات السياسية أو حتى بالمجتمعات في الغرب؟ أمريكا، الولايات المتحدة، الصهيونية، أو هي حالة عنصرية تجاه هذه المنطقة موجودة في هذه المجتمعات الغربية؟ بشكل أساسي هي واشنطن والأقلية النخبوية في واشنطن ضد هذه المنطقة التي شنت 8 حروب خلال 20 سنة الماضية، والتي تحاول أن تفرض السيطرة عليها، وعلى الرغم من فشلها إلا أنها تحافظ على موقع تحاول فيه زعزعة الصراع المنطقة وتقسيمها ومنع تحالف قوي بين الشعوب المستقلة في المنطقة من فلسطين وإيران مثلا، ولا يريدون أن يروا هذا لأن هذا سيكون إنهاء احتلال فلسطيني. إذن فإنهم يمارسون تأثيرا عبر الإعلام الرسمي لهم، ويؤثرون على الجامعات عبر التمويل، ويتحكمون بنظام السياسي إلى حد كبير. ولكن تلك الأقلية النخبوية في واشنطن وإسرائيل هي المستعمرة في هذه المنطقة التي تحاول أن تؤثر على الأحداث في المنطقة، وترين بعض تصاعد التوتر بين الحلفاء، مثلا الحلفاء الأوروبيين حول إيران مثلا، الذين يختلف الأوروبيون حولها وحول اتفاقاتها، ولكن الأوروبيين كانوا أكثر اعتمادا على العلاقات الاقتصادية من أجل التعبير عن حالة سياسية ودية. إذن فسياسيا الآن نعتمد على الصين وروسيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية من أجل التحدث بصوت مستقل، وندعو إلى سياسة أكثر استقلالا. تحدثت في كتابك الحرب القذرة على سوريا بروفيسور تيم، وصفت ما يسمى الثورة السورية، العنوان الذي تناوله الإعلام الغربي بكثرة، وأنت ببساطة قلت هي تمرد إسلاموي بطابع تكفيري يراد منه القضاء على العلمانية والتنوع في المجتمع السوري، والهدف بالنهاية هو تدمير الدولة الوطنية المستقلة. دائما أسأل نفسي، كيف يتقبل المجتمع الغربي الإسلاميين المتطرفين أكثر ما يتقبل دولة والناس الطبيعيين في هذه الدولة؟ لم يقبلوه بالإسلاميين أبدا. هؤلاء المنظمون في السعودية لا يريدون أن تكون القاعدة في موجودة في السعودية، ولكنهم يريدونها أن تستخدم ضد سوريا والعراق واليمن أو أفغانستان. صحيح
صحيح هي مجرد استخدام right. لكن حتى تشعر أنهم يقبلونهم في أن يعيشوا في مجتمعاتهم مقارنة بشخص عادي شخص طبيعي أن يذهب إلى مجتمعاتهم يعني هذا كان ملفت للنظر Yes, they wouldn't tolerate it at all. I mean, لن يتسامحوا مع الإسلاميين مطلقاً. نعلم الآن ما تفعلها أمريكا من خلال الاعترافات التي أدلى بها مسؤولها منذ عام 2012 أحدها حول الحرب على سوريا حيث اعترف أحدهم في وزارة الدفاع أن التسلح في سوريا كان مدعوماً من قبل السلفيين والإخوان المسلمين والمتطرفين وهذا كان اعترافاً في ذات الحرب ولكن الإعلام الاستعمار الغربي لا زال يتمسك بالأساطير والخيالات حول هذا الأمر تمام عندما تتحدث أيضا في كتابك بروفيسور عن فكرة أنه كل ما يحصل هدفه أن لا تبقى دولة في المنطقة ذات سيادة ذات قرار مستقل فتدمر دولة كاملة هل فعلا يرى السياسيون في الغرب بأنه هكذا موضوع يستحق كل هذا الدمار والخراب والشر من أجل منع دولة من أن يكون لها استقلاليتها حسنا هنالك معارضة في الدول الغربية الآن هنالك أشخاص يشككون في الحرب وقد أصبح هذا النقاش علنيا هنالك النخب العلنية المثقفين في أمريكا وهم يشعرون هذا من خلال منظور شعورهم ب solve other people's problems. This in a way is البعض في أمريكا يشعر أنه من المهم له الأهمية في حل مشاكل المنطقة وهذا يعود إلى العقلية الاستعمارية التي ما زالت قوية حتى بين المفكرين الليبراليين والليبراليين في الغرب ولكن لم يعد لديهم شك بعد كل هذه السنوات على مستوى النخب كما قلت سابقا أنهم يعلمون جيدا أن العديد من تلك الحروب قد فشلت أنت أيضا في كتابك بروفيسور تيم تتحدث عن تفاؤلك بالانتصار السوري بعد هذه السنوات يعني وحتى كان كتابك قبل سنوات فبالتالي الآن الأمور اتضحت أكثر كيف ترى بأنه فعلا يمكن لدولة تعرضت لكل هذا الدمار أن تعود من جديد كيف يمكن أن تعود لأن أساس الدولة هو الناس وكيف يتضامنون مع بعضهم ويقاومون هذا التدخل أعتقد أنه في السنة الثانية من الحرب قد اتضح لي بأن السوريين هزموا الحرب عندما حققنا النصر في جبال القلمون ولكن بعد ذلك كانت هنالك اجتياحات أخرى من تركيا ومن داعش ومن الجانب الشرقي للبلاد وسوريا كانت في وضع صعب في العام 2015 ثم وبعد أن أخذ الروس موقفا في سوريا فأعتقد أنه في وقت قصير هو الوقت الذي كنت أنهي فيه كتابي عن سوريا أصبحت من واضح أن الخطة الأمريكية ضد سوريا كانت قد فشلت منذ هذه الخطة منذ سنوات وهم يعلمون أنها فشلت ولكنهم لا يزالون يستمرون بها لأنهم يريدون مزعزعة استقرار سوريا لغرض أوسع في المنطقة قبل أن أنتقل إلى كتابك محور المقاومة نحو شرق أوسط مستقل وشكرا على إهداء نسخة مترجمة منه بروفيسور تيم أريد أن أعود إلى موضوع الأراضي المحتلة في سوريا دولة لديها أراضي محتلة من أكثر من عدو وبالمقابل لديها نتائج الحرب ولديها الحصار الاقتصادي من أين يجب أن نبدأ برأيك؟ تحرير الأراضي أو الإصلاح الداخلي أو التمكين الداخلي أعتقد أن التقوية السورية هو ترابطها الداخلي ما لم يكن قويا هو صوتها في العالم الخارجي يجب أن تبحث أكثر لتجد أصوات تدافع عن سوريا في الخارج ولكن عندما يتعلق الأمر بالعدو والاحتلال أعتقد أن القيادة السورية قد اتخذت الطريق الصحيح للتعامل مع مشكلتين في كل وقت وليس خمس
تخص مشاكل في كل وقت. هذا ما كان يجري مثلا من خلال تركيز الجيش السوري على الجنوب، وهو الآن ينتقل إلى الشرق الشمال الغربي، وبالطبع فالأوضاع في الشمال الشرقي أمر مختلف ووضع في الجولان أمر مختلف. فدولة سورية على سوريا أن تتعامل مع تلك المشاكل واحدة والأخرى، لأنها لا تستطيع أن تخوض حربا على جميع الجبهات، وهذا طبيعي. ولكن اللحمة بين السوريين حول مؤسساتهم وجيشهم ونظام التعليم لديهم المهم جدا. وأعتقد أنه في الحسكة كنت أنظر إلى الأطفال وأتحدث مع الضباط، قالوا أن قلت هذه هي المقاومة وهذا هو المستقبل. الأسر قالت نعم نريد مستقبل لأطفالنا وهذا هو المقررات الدراسية الصحيحة، نريد لأطفالنا يدرسوا فيها. أعتقد أن هذا هو المستقبل، والمهم هو اللحمة بين أفراد الشعب والإيمان بثقافة ووحدتهم. يمكن المباني أن تعمر مرة أخرى، ولكن بتلك الوحدة فالمستقبل سيكون جيدا بالتأكيد لسوريا. تحدثت أيضا في كتابك، أنا هنا أعود إلى موضوع الحرب القادرة على سوريا، بأنه رغم كل المحاولات لم يصل الصوت بشكل واضح إلى المجتمعات الغربية أو عن طريق الإعلام الغربي. تتحدث أنه حتى الآن الصورة ليست واضحة، ماذا يمكن أن يفعل؟ وأنت ذكرت حجم الضغط الإعلام والسيطرة على الإعلام الغربي، ماذا يجب؟ حتى الآن هناك ظلام أمام المجتمع الغربي عن حقيقة ما يحصل في سوريا. الأمر الوحيد المقنع بالنسبة للجمهور الغربي هو حقيقة أن هنالك أمة وأشخاص مستقلون هنا، وبالضبط هي المقاومة والصمود السوريين ومطالبة السوري بأراضيهم. هناك أشخاص مثلي كتبوا عن هذه المواضيع في محاولته تفسيري من ينظرون إلى هذه المقاومة ويسعون إلى التفسيرات الأخرى. لأنه إذا نظرت إلى الإعلام الغربي مثلا الذي يتحدث عن فشل الحرب في سوريا، إنهم يصرون على خرافاتهم حول مهمتهم في سوريا مع اعترافهم بالهزيمة في الحرب. تلك ليست مشكلة، لن يحل هذا في وقت قريب، ولكن الأداة الرئيسية التي تجبر الدول الإمبريالية على الاعتراف بفشلها هو المقاومة من قبل الشعب السوري والجيش والمدارس والنظام الصحي. هذه نقطة مهمة ذكرتها حضرتك. نقرأ في الفترة الأخيرة مقالات كثيرة يمر فيها عناوين مثل الأسد انتصر، يجب خروج الأمريكي من سوريا، من الخطر بقاء الأمريكي في سوريا، لقد أخطأنا. لكن من ينظر حقيقة إلى هذه المقالات هي ليست إيجابية، وإنما يراد منها شيء. لو تشرح لنا لماذا الآن يتناولون هذه العناوين عن سوريا، رغم أنهم كما قلت لا يريدون أن يتنازلوا عن أوهامهم. يتعلق الأمر بالصورة الشخصية، فهم يشعرون بأنهم ناجحون جدا في إنشاء حرب إعلامية. علينا أن نعترف بذلك، إنه ليس نفاقا بسيطا، بل إنه استخدام للكلام المنافق الذي يختص به الأمريكان. تذكر أن أمريكا أمة قامت على العبودية، وأنها لا تزال تتحدث عن حرية ومساواة الأفراد في دستورها، إنها أكبر استعباد للجنس البشري. إذن الفكر الأمريكي بعيد عن الفكر الأوروبي، لجهة أنه يتحدث بلهجة متغيرة. ذلك هو أسلوب للتعبير عن أنفسهم كمخلصين باعتبارهم استعماريين. لن يتغير هذا في وقت قريب، بل المقاومة في العراق مثلا قالت أننا قلنا أن الإجماع داخل البرلمان العراقي هو رحيل الأمريكيين، وأن علينا الضغط على الأمريكيين واستخدام السلاح ضدهم، لأن هذه ما تفعله الأمة لتخلص نفسها من المستعمر من الناحية التاريخية. تمام. سأنتقل الآن إلى بعض الأفكار في كتابك محور المقاومة نحو شرق أوسط مستقل. بداية ومن العنوان،
أود أن أسأل، شرق أوسط مستقل، هل هذا ممكن في ظل هذا الضغط وحجم التدخل والحروب والتأثيرات على منطقة الشرق الأوسط؟ نعم بالتأكيد، ولما لا؟ How? لأن ما يحدث الآن إلى حد معين على حد درجة عسكرية والتنسيق مثلا بين الجيش الإيراني والعراقي وسوريا، كما رأينا هنالك بعض القمم التي عقدت في دمشق من أجل التنسيق، هنالك أيضا تنسيق في مجال الاقتصادي والبنية التحتية والمجال التعليمي، وهو ما يخشاه المسؤولون في واشنطن، يخشون من مد جسور من الطاقة ومن الإعمار وجذور ثقافية بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت وفلسطين ووحدة المنطقة وإنشاء اقتصاد مناطق جديدة، باعتبار الحصار المفروض على سوريا أنه معالجته تصبح ضرورة، وهنالك الوحدة التدريجية لهذه المنطقة من العالم مع آسيا ومع منظمة شانغهاي على سبيل المثال. نعم، أنت في كتابك تحدثت مرات عديدة وفي أكثر من فصل أو صفحة عن موضوع انتصار قوى المقاومة، عن موضوع سلسلة الحروب التي تقوم بها أمريكا وحلفائها في المنطقة. برأيك أنه هو فكر استعماري يستخدم كل الأساليب، لكن بالنهاية ترى بأنه المقاومة استطاعت أن تمنع هذا أهداف هذه الحروب؟ إنها طريقة تقريبا استعمارية تخرج عن ميثاق الأمم المتحدة. أهمية هذا في أن سوريا تشارك في دول عدم الانحياز، روسيا والصين، وهذه الكتلة تضم 90 عضوا، تحاول أن توقف أمريكا عن انتهاك لهذه الميثاق، لأن أمريكا تنتهك وحدة الدول وتجتاح دول من أجل أغراضها الشخصية. هذا ما كان الأمريكيين يفعلونه عبر 10 أعوام عبر تحريف لغة الأمم المتحدة ومبادئها، لأنه لدينا 8 حروب في المنطقة خلال 20 سنة دعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدول دائمة العضوية 5 في الأمم المتحدة. إنه هذا فشل، ولكن هذه المجموعة الجديدة التي تضم روسيا والصين تقول لا، ميثاق الأمم المتحدة يستحق الدفاع عنه، القانون الدولي يستحق الدفاع عنه. إذن فوصف العقوبات بأنها حصار هو نوع من المقاومة، لأنه هنالك عقوبات بموجب القانون الدولي تستخدم ضد قانون فصل العنصر في جنوب أفريقيا، يمكن أن تستخدم ضد إسرائيل، لكن هذا لم يكن ما فرض على لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن. أثناء حديثك عن موضوع العقوبات الاقتصادية ووصفها بالحصار، أيضا أنت تصف كثيرا كيف تستخدم موضوع العقوبات الاقتصادية، لكن دائما تركز بأحاديثك على أنه هي لا يجب حتى أن نذكرها كعقوبات، هي حصار. لن أتحدث أنه كيف قبل المجتمع الدولي أو القانون الدولي بهكذا إجراءات، نحن في سوريا نقول عنها أحادية الجانب، أي أنها بقرار أمريكي بحت، لكن برأيك كم يمكن فعلا الاستمرار بهذا النمط من التصرف أو من الاعتداءات على هذه البلد أو هذه البلدان؟ يمكن أن تستمر لبعض الوقت إن اعتقدوا أن المقاومة ضعيفة ومتفرقة، فإن اعتقدوا أن المقاومة موحدة وقوية فستنسحب القوى الغربية، ولكن يجب التفريق بين الإجراءات العقوبات والحصار والعقوبات الأمريكية، لأن العقوبات لو كانت بموجب ميثاق الأمم المتحدة فكان يمكن تمييزها. هناك عدة دول ذات ظروف متشابهة في دول أمريكا الجنوبية التي خضعت لنفس الحصار، ولكن عندما نقول حصار في الإنجليزية يعني
شيء سيء وعقاب لأننا نفرض نوعا من الشرعية عبر العقوبات. لذلك علينا أن نميز وهذا مهم بين العقوبات والحصار بموجب القانون الدولي. صحيح. تحدثت أيضا في توصيفك لما يحصل في المنطقة بروفيسور عن أنه يستخدم الموضوع الإعلام الكاذب، الدعاية الخبيثة، يستخدم الحصار، يستخدم العقوبات، تستخدم الوكلاء، يستخدم الإرهاب، وتقول في بعض الأحيان تستخدم الحرب المفتوحة. برأيك المنطقة الآن منذ الآن ممكن أن تقبل أيضا على حرب مفتوحة بعد كل نمط الحرب الذي مر؟ أنا هنا أتحدث إن كان سوريا أو حتى المقاومة في لبنان أو حتى إيران، ممكن تحصل حرب مفتوحة، حرب مواجهة مباشرة؟ آمل ألا يحدث ذلك، وأعتقد أنه حتى الآن فإن العدو يستخدم الحروب القذرة من أجل تقسيم الناس وإفشالهم. لقد استخدم الدين بشكل فاعل لتفرقة الناس في هذه المنطقة، أثاروا الحروب الداخلية، وربما يحاولون فعل ذلك في لبنان والعراق. إنهم يستخدمون الإرهاب ضد أفغانستان حيث انسحبوا منها، وأراهم يفضلون أنهم يبتعدون عن الحرب المفتوحة. نعم، أريد أن أعود إلى الشأن السوري الداخلي تحديدا. من ضمن ما كتبته في كتابك عن سوريا تحدثت عندما حصلت الانتخابات الرئاسية في سوريا، وصفت بدقة ما معنى أن تجري الانتخابات في وقتها وما معنى أن تجري هي بحد ذاتها. برأيك هو أن الشعب السوري قال لكل القوى التي تحاربه بأنه القرار بيدنا، وصلت هذه الرسالة برأيك حتى واضحة أيضا للقوى المعتدية؟ وماذا غيرت بعد أن حصل؟ أعتقد أنها كانت جزءا من التعبير عن مقاومة السوريين، وقد فهمت خارج البلاد أن الحرب في هذه البلاد كانت تعتمد على تشويه صورة القيادة السورية في ضمن حملة إعلامية كاذبة غريبة، ولكن حاول الغرب تشويه صوت الانتخابات هنا. وجدوا ذلك صعبا في العام 2014 قبل 7 سنوات، ولكن الإعلام الغربي عرض أشخاص سوريين يتجمهرون للانتخاب في لبنان. معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان كبيرا، وكان بالإمكان رؤية ذلك، لذلك تجاهله الإعلام الغربي ولم يقل عنه الكثير، ولكنه كان مدركا. لقد كانت تلك رسالة تم استلامها على مستوى النخبة والإعلام أنه بالرغم من الحرب والاحتلال والاحتلالات، فهنالك طبعا احتلال واضح، الرسالة أن السوريين أتوا بأعداد أكبر للتصويت لرئيسهم أكثر مما تجري المشاركة في الانتخابات الأمريكية أو السعودية. تمام. الآن عندما تريد أن تتحدث عن الوضع السوري، أين المكان الذي تركز عليه بأنه تريد أن تعرف ماذا سيحصل؟ برأيك أين المتغير الآن بالوضع السوري؟ بداية يدرك الإعلام الغربي أن اللاعبين المنطقيين يغيرون مواقفهم، وهنالك نقاش حول أي اللاعبين يؤثر على أمريكا أو مطلوب منه يتغير. ولكننا رأينا مثلا الإمارات تفتح سفارتها هنا قبل 3 سنوات، وعاقبهم ترامب عبر إجبارهم على الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. أرادت الإمارات الاستثمار في سوريا. أيضا سلكت الأردن النهج نفسه في مخالفة العقوبات أو الحصار الأمريكي، ونرى تأثيرا كبيرا في
لبنان بسبب نقل النفط إلى سوريا، وهنالك نقل لخط الغاز عبر سوريا إلى لبنان. لنرى ماذا سيحدث، ولكن الأردن استفادت من تلك الفرصة لفتح تجارتها مع سوريا. السعوديين بأنفسهم كانوا يتحدثون مع إيران. بعبارة أخرى، هنالك تغيرات في المنطقة بشكل عام، وهنالك بعض التغيرات تأتي من الجانب الأوروبي، من الحركات المعتدلة فيه. إخلاء أو انسحاب أمريكا من أفغانستان كان إشارة كبيرة، خطوة كبيرة تأتي إشارة إلى قدرة أمريكا على انسحاب الحروب فاشلة حتى لو بعد 20 عاما. ويحمل هذا تداعيات كبيرة على المنطقة، لأنه يعني أن طالبان مهما كان رأينا فيها أصبحت لديهم علاقات أفضل مع الصين وإيران، وهذا ما يناهض المصالح الأمريكية في المنطقة التي تقضي بقطع العلاقات مع الصين وزعزعة الاستقرار في إيران. كل تلك الإشارات تشير إلى أن هنالك مراجعة للمواقف الأمريكية حول سوريا، وأعتقد أن ذلك مسألة وقت قبل أن تقبل أمريكا. هنالك طبعا مناقشات داخل أمريكا أن على أمريكا الانسحاب من سوريا، وبطريقة رؤيتهم أمور سيتركون الأمر لأردوغان والسعودية ليتقاتلوا على النفوذ في سوريا والعراق، هكذا يرون، ولكن يبحثون عن استراتيجية تبرر فيها فشلهم. هناك عدد من الإشارات، وهذا يعود الأمر إلى اللاعبين الأساسيين الأمريكيين في سوريا. نعلم مثلا عن قسد وعن عائلاتهم الذين يتحدثون إلى الأوروبيين ويسكنون هناك ويحاولون العودة إلى دمشق، فإن سافروا إلى أوروبا فماذا سيفعلون؟ هنالك العديد من المحاولات الجارية التي تشير إلى أنه في وقت ما خلال شهرين أو سنتين سنرى الاحتلال الأمريكي وهو يرحل من شرق سوريا، أو أن الوضع سيصبح أقل تعقيدا مما هو عليه الآن. بختام حديثنا بروفيسور، دائما في سوريا منذ بداية الحرب حتى الآن قناعة كاملة لدى الشعب والقيادة في سوريا بأنه لن تهدأ الأمور طالما هناك العداء مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا. فهذا المحتل ما زال موجودا، يمشي بخطوات سريعة للتطبيع مع عدد من دول المنطقة، ما زال محتلا للأراضي في فلسطين إضافة إلى الأرض في سوريا، وما زال هو العدو. فبالتالي يعني مثلا حتى نحن الآن نتحدث ونحن في ذكرى وعد بلفور المشؤوم بالنسبة للمنطقة، بالنهاية كيف ستعود الأمور إلى طبيعتها ما دام هذا الصراع موجود والاحتلال موجود؟ لن تكون الأمور طبيعية بالكامل، ولكن إن نظرنا إلى تحرير العراق وسوريا وهو ما يخشاه الإسرائيليون، يتم هذا عبر مقاومة قوية على الحدود في الجولان والضغط من أجل تحرير الجولان، خلف ذلك سيكون هنالك تفكيك للنظام العنصري في كيان العدو. هنالك خطوة مقبلة أراها متتابعة بعد أن يتم حل حرب عدم الاستقرار. بالختام بدي بروفيسور تيم أود أن أسألك، إذا أنت تريد أن تعبر بأفكار معينة أو مشاعر معينة للمشاهدين السوريين الذين يتابعونك الآن. شكرا جزيلا. أريد أن أشكر الشعب السوري وأساتذتي الذين علموني الكثير عن الدروس حول الحضارة السورية عبر العقد الماضي. أتيت هنا لأسمع وأتعلم، وأشعر أنني محظوظ بأنني حظيت بهذه الفرصة وأنني ساهمت بطريقة ما. لذلك فشكرا جزيلا للشعب السوري، لقد كان ذلك مثالا عظيما عن المقاومة والصمود، وأنني على يقين أنكم ستنتصرون في هذه الحرب الطويلة القذرة. شكرا لك على كل الجهد اللي أنت قدمته من أجل سوريا. إذا كنت الآن تريد أن تزور مكان في سوريا، أين سيكون؟ Where would it be?
Yes, but I'm going to keep it secret. نعم سأبقي ذلك سرا إلى حين أعود. لازلنا في منطقة حرب. نعم أشكرك جزيل الشكر الأمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني. جزيل الشكر سعيدة جدا بلقاء حضرتك في الاستوديو هنا. See you here in the studio. شكرا. أهلا وسهلا. مشاهدينا ختام هذا الحوار الخاص. شكرا للمتابعة.